وانت كجماهير طبعا. امبارح معلش اسمحوا لي اتكلم على الجماهير بقى وهستفيد شويه، لان كان امبارح حاجه محترمه قوي وبصراحه من الجانبين، بس انا هتكلم عن الجماهير النادي الاهلي اللي يعنوني. حاجه كانت جميله، حتى لما جبنا الجون الثاني وتعادلنا كله كان بيقول لك كمل، ما تفرحش، خلاص عدي ده، ما فيش مجال دلوقتي ان انت تضيع اي ثانيه، خش واكسب. فالجماهير كانت اكثر من رائعه امبارح. بصوا حضراتكم المشهد جميل ازاي، ده احنا كنا في التلفزيون 70 هتافات النادي الاهلي او هتافات جماهير النادي الاهلي هي اللي كانت ظاهره، هي اللي كانت بترج الملعب امبارح. كان يعني بجد خلاص يعني عداها العيب، الجماهير عداها العيب امبارح، عملت كل حاجه متطلبه عشان تقدر ان هي تؤازر هذا الفريق اللي احنا كلنا بنعشقه. ولكن امبارح ما كانش الافضل، خلينا نبقى نقول امبارح ما كانش الاداء الافضل بصراحه. يا جماعه احنا احسن من كده بكتير، والماتش كان بيقول لك اكسبني، يعني الزمالك كان في الشوط الاول بيقول لك اكسبني. فعلى كل حال على كل حال مش معنى ان احنا بنتكلم بهذا الشكل ان احنا محبطين، ولكن احنا بنبقى غيورين برضو في فرق، لان انت لما تشوف حد يعني مقامه كبير قوي ومش جاي منه اللي انت بترجوه، او يعني مش هقول خذلك ابدا، ولكن هقول ان هو يعني ما اداش الاداء اللي انت كنت متوقعه منه، بتزعل بتزعل. فاحنا زعلانين مش اكتر من كده. انا امبارح عايزه اقول لك عندي اصحابي كتير زملكاويه وكانوا بيقولوا طب الحمد لله وبيبعتوا على الجروب مبروك وبتاع، قلت لهم لا، قالوا لي ايه يا جماعه وصفوا، قلت لهم لا، عشان احنا مش متعودين كاهلاويه ان احنا نتعادل، مش متعودين ان احنا نخرج من المباراه نقول الحمد لله على قد كده، يعني ممكن هم كانوا فرحانين احنا لا. فمعلش مع احترامي الشديد طبعا يعني على كل حاجة.